في مصر تواصلت أعمال العنف والاشتباكات بين قوات الأمن وأنصار جماعة الإخوان المسلمين عقب إعلانها جماعة إرهابية، وسيطرت حالة من الذعر على محيط جامعة الأزهر التي شهدت أعمال شغب أدت إلى مقتل طالب وإصابة آخرين وإحراق مبنيين تابعين لها، وعليها قامت الشرطة باعتقال العشرات من أنصار الإخوان المسلمين. في سياق الأحداث التي تلت، أعلن الحكومة المصرية جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، لقي طالب مصرعه وأصيب أربعة آخرون بجروح في اشتباكات من جامعة الأزهر بالقاهرة والتي شهدت حالة من الذعر وأعمال شغب بعد أن حاول طلاب الإخوان منع زملائهم من دخول الامتحانات بهدف تعطيلها، كما أشعل طلاب الإخوان النار في مبنى كلية التجارة ومبنى آخر، وبدورها ألقت قوات الأمن القبض على 100 شخص من طلاب جامعة الأزهر. وتأتي أعمال العنف بعد يوم من الاشتباكات في أنحاء البلاد أدت إلى مقتل 5 أشخاص. من جهتها، تبرأت جماعة الإخوان المسلمين في بيان من كل أعمال عنف ارتكبت أو سترتكب، وحملت الجماعة الأجهزة الأمنية مسؤولية تفجير مديرية أمن الدقهلية في مدينة المنصورة الذي وقع في 24 من ديسمبر الجاري. في السياق، قالت منظمة هيومان رايتس ووتش إن إعلان الإخوان جماعة إرهابية له دوافع سياسية ويستهدف القضاء على جميع أنشطة الجماعة، كما أعرب وزير الخارجية الأمريكي جون كيري عن قلقه من زيادة وتيرة قمع جماعة الإخوان المسلمين في مصر بعد إعلانها منظمة إرهابية. وفي تحد للحكومة، نظم أنصار الإخوان المسلمين مسيرة في مدينة الإسكندرية وحملوا شعارات رابعة: احنا نازلين ومش خايفين، بيقولوا اللي هينزل هيديله 5 سنين، واحنا مش إرهابيين. والله العظيم انا لا انتمي لاي حد، ولا الإخوان ولا لاي مصير ولا اي طيار اسلامي. انا نازل عشان بعبر عن رايي. اللي بيعملوه الحكومة ده كله غلط، واللي بيعملوه المجلس العسكري ده كله غلط. احنا عايزين نعيشوا احرار، عايزين نعيشوا بديمقراطية، عايزين نعيشوا بحرية. اعتقلونا، سجنونا، قتلونا، مش هممنا اي حاجة. مهما يحصل 5 سنين 10 سنين مش فارقة بالنسبة لنا. هم قبل كده اصلا سجنوا اخواننا وقتلوا اخواننا قبل ما يحطوا القانون دول، فمش هيفرق بالنسبة لنا اذا كان حطوا قانون ولا مش قانون، لان احنا اصلا مش معترفين بالحكومة اصلا دي كلها. وبالتزامن، أعلنت سلطات ميناء الإسكندرية حالة الطوارئ القصوى عقب نجاح الأجهزة الأمنية بالميناء من ضبط شحنة أسلحة أمريكية الصنع تم التحفظ عليها بمعرفة أجهزة أمنية عالية المستوى وأخطرت النيابة العامة.